دلوقتي لا قدر الله حصل تمزق في الرباط الصليبي، تمام. مباشرة بيحصل فيه ألم في الركبة وعدم إن هو مش قادر يمشي. بيحصل ارتشاح بعد 6 من 8 ساعات، ما يحدثش ارتشاح مباشرة، يعني بيحدث ارتشاح أو انتفاخ. الارتشاح ده بمعنى ايه؟ الريتيشن يعني يحصل إثارة في الغشاء الزلالي لداخل مفصل الركبة، الركبة بتورم. تمام، يعني بيحس بورم في منطقة الركبة. بعد 6 8 ساعات. تمام. ما يحدثش مباشرة. تمام. تمام. بيتجه طبعا لو مباشرة هو موجود يعمل حاجة إسعافات أولية، بنجيب حتة تلجية نعمل تدليك بالتلج على المكان ده، وبنعمل بنداجينج يعني بنربط الركبة بحيث إن هي تكون في وضع ثبات. تمام. لا قدر الله لو الموضوع كبير قوي لازم نتجه مباشرة للإسعاف أو للطوارئ الموجودة خاصة بالمستشفى. حلو. طيب بيتجه لطبيب السيد زميل أخصائي جراحة العظام، بيتم فحصه سريريا، وبعدين بيتطلب الموضوع لأشعة الرنين المغناطيسي. تمام. يطلع بعد الفحص مباشرة في عندنا 3 جريدز، في عندنا مزق أو قطع في الرباط الصليبي الأمامي درجة أولى، وفي درجة تانية، وفي درجة ثالثة. تمام. سؤال من بقى، اختارهم الأولى ولا الثانية لا ولا لا مش الثالثة؟ هنختار، حسب الإصابة. يعني حسب الإصابة الإصابة. في إصابة من تمزق من الدرجة الأولى وتمزق من جريد 2 عند جريد 3. طيب دكتور محمد، في مصر هنا طالما اللي بيكشف أخصائي جراحة عظام تمام. فعلى طول بيقول لك عملية. ما هو السؤال بقى، لا المهم قوي، نعمل عملية أو ما نعملش عملية؟ تمام. ولو عملت عملية هتبقى كويسة، ولو ما عملتش عملية دور العلاج الطبيعي هيخرجني طبيعي 100% ولا هتفضل في مشكلة زي ما هي؟ حلو. تمام. احنا سؤال لازم يتسأل في غاية الأهمية، الفانكشن بتاعت يعني الفانكشن بتاعت المريض ايه، انا عايز من العيان ايه، الدور بتاع المريض نفسه. يعني بمعنى اخر، ست بيت عندها 50 سنة او حاجة واربعين سنة ماشية في البيت واتزحلقت، تمام، فحصناها وجدنا ان هي رباط صليبي، الست دي تعمل عملية؟ ادي اكزامبل. اكزامبل تاني، واحد مثال مثال لسيدة بس قاعدة في البيت وجالها رباط رباط صليبي. صليبي امامي. تمام. ومثال اخر، لاعب كرة قدم او باسكت، وحدث بيجري بسرعة وبعدين حصل تويستنج، يعني جسمه لف وهو واقف لفوا. مباشرة، تمام. وحصل مزق في الرباط الصليبي. تمام. ادي عندنا مثالين دلوقتي. يبقى حلو. اذا الفانكشن انا محتاج ايه من المريض؟ يعني على حسب احتياج برافو المريض عليك، برافو عليك، ليعمل الرباط الصليبي او ما يعملوش برافو في عليك، وظائفه الحياتيه برافو اللي عليك، بيشتغل دي بيها. اخر